خوتي انا عندي واحد المفاجاه في هذا الصندوق هذا. شوف شبر الصندوق هذا عندي شحال الالوان هنايا، 6 الالوان. نتينا ركز لي في عيني مزيان، عندي 6 الالوان هنايا. بهاد الالوان هذا تختار اي لون عجبك، اي لون عجبك، خمم مع العقل ديالك وشوف هاد الالوان اي لون عجبك. قول انا عجبني هاد اللون هذا، اي لون عجبك؟ خضر. وري الكاميرا، هي عجبه اللون خضر. تينا عجبك اللون خضر، انا قلت لك اي لون، تينا عجبك اللون خضر، هي عجبه اللون خضر. صافي غتفتح هاد الصندوق، عندي واحد المفاجاه في داك الصندوق. ما قلت لكش اختار الخضر، تينا بغيتيه. انا بغيتها. افتح شوف شنو تما. اجي قرب الكاميرا، قرب، خلي الصندوق يشوفوا حتى الصندوق شنو فيه. صندوق خاوي، فيه ورقه واحده. ديك الورقه فتحها وقرا لهم شنو تما، قرا لهم شنو في ديك الورقه. انا متاكد غادي تختار اللون. ضربت جهد انتم، رجع اللون، رجع. انا متاكد غادي تختار اللون الاخضر. انا قلت لك اختار الاخضر، ما قلت لكش انا. تبارك الله عليكم. شوف عندي كارطه، اختاروا اي كارطه هنايا وعجبتكم وريوها الكاميرا. اي كارطه ها هي، بزاف الكراطي هنايا، وريوها الكاميرا ما نشوفهاش هي. انا صافي نزلوا هنايا. وريتيها الدراري كاملين، شفتوها كاملين، شفتوها. عقلوا عليا، غادي نخلط انا الكارطه هيدا مزيان، غادي نزيد نخلط الكارطه، غادي نزيد نخلط الكارطه هيدا. واخا اعطيني يدك هيدا، اعطيني يدك. شوف انا نجي لهنا باش الكاميرا تشوف، هذه لعبه قويه، كاملين ركزوا معايا. اجي لهنا تصني نقرب باش تتاكد. هذه ديالكم، تاكدوا معايا مزيان، ديالكم ولا لا؟ ديالكم ولا لا؟ هذه واش ديالكم ولا لا؟ ركزوا، ماشي هي، ركزوا مزيان، ماشي هي. هادي ماشي هي، هادي ماشي هي. حنا ثلاثه الاوراق ما كاينش ديالكم هنا، قلنا ما كاينش ديالكم. خلي يدك هيداك، وهادي ماشي هي. شحال دوزنا الكارطه دابا؟ خلي يدك هيدا. شحال دوزنا؟ واحد جوج ثلاثه اربعه. نعاودوا نتاكدوا، تاكدوا معايا مزيان. هادي ماشي ديالكم، ماشي ديالكم. غادي ننزلها هنايا، هادي ماشي ديالكم. صافي الكاميرا راه حاضيه معايا هنا، اربعه الكراطي ما كاينش ديالكم هنايا. اريد ديك اخرى، سد عليها هيدا. هنايا قولوا لي فين الكارطه ديالكم هنايا، قولوا لها هي. لا ناتي كاين كارطه هنايا، هي هادي، هي هادي. رجع لوري، رجع لوري، هي هادي. تسعود ديالكم هنا، تاكدنا جوج مرات ما كاينش ديالكم هنايا. هنا تاكدنا جوج مرات ما كاينش ديالكم. صافي زير يدك مزيان، زير يدك على تنتينا. اجي تنتينا زير مع يدك، تنتينا زير مع يدك تما. هنا تاكدنا جوج مرات ما كاينش الكارطه ديالكم، هي هادي ديالكم، هي هادي. تاكدنا جوج مرات ما كاينش ديالكم. من 1 2 3 الا فتحوا لي يدكم وقلبها هيدا، قلبها هيدا تما. اجي صبيغ عليها زعما والو، اجي صبيغ عليها زعما والو. صافي عندي الصندوق، صافي عندي الصندوق، ها هو الصندوق. شبر هيدا، شوف قول لي ستوب اي بلاصه بغيتي تينا. قول لي هنا بلاص، عاود نعاود ستوب. هنا 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 اذا شوف كارطه، شوف وري الكاميرا، خا نشوف هنا ماشي مشكل. وري الكاميرا، لا خا نشوف، خا نشوف، لا خا نشوف، وري الكاميرا خا نشوف. صافي شنو اختاريتي تينا؟ شنو اختاريتي؟ 10 10 كحله. لا لا خا نشوفها هانيا. صافي انا شنو نختار مثلا شي رقم انا هنايا، انا مثلا نقدر اختار، شنو اختاريت انا؟ خمسة. انا اختاريت خمسة، هو اختار 10 10 كحله. هاد الخمسة نهزها في يدي، عندي خمسة هنايا. شنو هنايا في الصندوق؟ 10 هاد العشرة نسد عليها هيدا. شنو عندي هنايا؟ خمسة. وان ركز معايا مع هاد الخمسة، وان تو ثري. هاد الخمسة اللي في يدي هي اللي ترجع في الصندوق. افتح الصندوق، رجعت. شنو نزلتي هنايا؟ تبدلت. انا وريها الكاميرا. عجبتك هذه واقيلا، تبارك الله. عندك العكار؟ عندك بالناس بعدا يخطاو شي العكار. واخا عطيني العكار، ركزوا معايا مزيان. عكار ازرق. واخا شوف
اعمل يدك هيدا، لا خلي يدك، اعمل يدك هيدا. تخسر هاد اليد ولا هاد اليد؟ واحد اليد هادي سدو بهيدا. نعمل لك شويه د العكر هنايا، ها هو. شوف بهاد اليد هادي بصح هاد العكر مزيان حتى ما يبقاش، مسحو مزيان صافي. صافي الا قلب يدك هيدا. شحال عندك تخلع زي؟ لا اجي يوري الكاميرا. ها هو خوتي عملت لها هنايا، خرج لها هنايا. شحال عندك تخلعتي؟ ما بغيتش وراها. العكار ديالك تبارك الله عليك. اخي انور، اذا تحت لك فرصه انه تكشف للناس الخداع اللي كتعمل، واش تقدر تعمل هذه القضيه ولا باغي تخلي داك الشيء يعني لراسك؟ المدرسه مثلا. مثلا المدرسه. المدرسه نقدر نعملو، ولكن ماشي دابا. حيت دابا صراحه انا كنحس براسي دابا، واخا وصلت بزاف الحاجه دوزت كذا، كنحس براسي باقي تلميذ. تبارك الله، التواضع كاين. لا شوف، هي صراحه يعني ماشي قضيه ديال التواضع، حيت هذا الفن ما محدودش. تبارك الله، يعني بحر عميق. يعني انا باقي خصني تريني، باقي خصني نوجد، باقي خصني بزاف الحاجات، فهمتي؟ يعني دابا هذه الجمعيه اللي عملنا، عملت مقر. هذا المقر هذا غادي نزيد نتريني فيه، انا غادي نزيد نعرف راسي اكثر. هذا المقر غادي يفتح لي واحد الافاق اخرى باش نزيد نتريني انا، ونزيد ندرب على هادشي هذا، وكنتمنى ان شاء الله في المستقبل نفتحوا المدرسه. علاش لا؟ خي انور، شنو قبل ما نختموا، شنو تقدر تقدم لنا اليوم على الهواء مباشره للجمهور فوق الطبله هذه؟ عندي واحد الورقه هنايا، هذا شوف، عندي هاد الارقام وعندي هاد الورقه هذه الكراتي. الارقام وعندي هاد الكراتي. إذا اللعبة اللي بغيتي نعمل لك فيها. إذا هذه فرصة باش نعرف واش أنور سحر ولا كيعمل لنا ألعاب، غنحاولوا نعرفوا اليوم. اللي بغى يشوف، اللي بغى، أنا دائما كنقول للناس اللي بغى يجرب هذا الشيء هذا مرحبا، يتلاقاني مباشرة، ما عنديش مشكل. يتلاقاني مباشرة، يعني باب اللقاء مفتوح في وجه أي واحد. أي واحد ما عنديش مشكل. تفضل با. دابا أنت جرب. شنو هي؟ كارطة ولا هذه؟ كارطة واخا عملناها مع البنت، المهم بغيتي نعاودها نعاودها. اختار هذه، اختار هذه. أرقام؟ شوف. عندي هنا بزاف الارقام. اها هنا بزاف الارقام. ايوا انت غادي تختار اي رقم يعجبك هنايا، كاين طبعا بزاف الارقام، ما عرفكش شنو اخترتي، انا نظر ليه انت. طبعا كتعمل لان صراحه شفت قبل لعبت معاه، عقلي كيحبس لان باغي نعرف كيفاش كيعمل هذا الشيء. ولكن اذا اختار اي رقم من هنايا ووريه الكاميرا بيدك، انا نظر ليه. مخبع وجهه، اختار شي رقم من هادو، اختار هذا الرقم هذا. بتقول لي دور بسالي، قول لي دور صح. ايه خليك بلاتي، شوفوا الرقم المشاهدين. صافي، اذا هذا الرقم هذا كما كتشوفوا انا اخترت. صافي، غنشوفوه واش غيقدر يعرفوا. نزل نزل على يدك هيدا، نزل الكارطه على يدك، توري لي شي ارقام هيدا وراه. ها هي صافي، باش نوريو للمشاهدين. ها هي دابا، تركز معايا مزيان. اها ركز معايا مزيان. اخترتي 11. يا خالي خطير، والله الا خطير. بصح 11 كما كتشوفوا. شوف ما عرفتش صراحه كيفاش هادشي، ولكن كيعرف هاد اللعبه هادي. والله اخوتي ما كنت متفاهم معاه، واللي بغى يجرب معايا هاد اللعبه هادي يجي عندي. انا موجود في طنجه، كتصور في ساحه الامه، كتصور في البلايا، موجود في حومه الشوب. بغى يصور معايا هاد اللعبه هادي، مرحبا. ماشي غير هاد اللعبه هادي، بزاف الالعاب. يختار اي رقم ويدور ليها، ونقدر نعرف الرقم اللي اخترته. اذا كما شفتوا، انا اخترت كيما شفتوا، انا اخترت رقم 11 في الاول، وهو اللي جاوب. بصح 11 يعني بصح 11 والله حتى 11. تبارك الله عليك. للاشاره غير واحد القضيه كنبغي نخدمها معها انا، باش نكتشف. انا بنفسي انا باغي نكتشف، انا بدي عندي نفس الشوق ديالكم. انا والله اعلم، ربما كتعرفوا انني حامل لكتاب الله، فاش كيجي يعمل شي خدعه كنبقى نردد ولا يفلح الساحر. ترى انا حسيت بك، علاش انا نضحك دابا؟ ولا يفلح الساحر حيث اتى ومع ذلك جاب. ماشي ان القران ما صدقش، وانما هو عنده خدعه ماشي سحر. يعني خدعه، يعني هذا اللي بغيت نقول هو المجتمع انه كيقدم العاب الخفه وماشي سحر. تبارك الله عليك. شكرا. والله زعما انا بهرني، انا بهرني بهذا الابداع هذا. ان شاء الله عندنا مواعيد اخرى من غير المواعيد مع انور. خي انور، قبل ما ختموا، اخر رساله تقدر توجهها للشعب، واذا بغيتي انك توجه رساله للناس المسؤولين على قطاع الفن في المغرب. واش فن الفن العاب الخفه؟ طبعا نهضروا على الفن ديالنا. اللي كنقول للجمهور اللي كيتابع لي بعدا، شكرا على الوفاء ديالكم، وكنتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى هذا الخدع اللي كنقدم ما
ماشي تقدموا باش نبان انا واعر، كنقدموا باش ليكم والترفيه باش كترفوا. كنتلاقى اطفال صغارين كنفرح، كنحاول نتلاقى معاهم ونعمل لهم لعيبه تمساطي صراحه كنفرح ملي كيضحكوا سوا. ناس كبارين ما عنديش مشكل كيتلاقوني صراحه، بعض المرات كيتلاقاني راجل كبير كيقول لي انور كنتسمعو كنقول كيفاش هذا الراجل واش عنده تيك توك؟ ابنه عنده تيك توك. كنساو صراحه كيعجبني ملي نتلاقى الناس ويقولوا لي ونضحكهم، وهذه الهدف ديالي بهذا الشيء كامل هو الترفيه. الحمد لله. وكنوجه تحيه للناس كاملين اللي كيتسمعوني. بما انه هضر على الترفيه، والله سيدي الى هذه واحده من افضل الامسيات اللي دوزتها بالرفقه ديالو، لانه فعلا خرجنا للشارع، خرجنا للمدينه. تشوفوا هذا الشيء في الفيديوهات، تشوفوا هذا الشيء في الشارع، تشوفوا في الفيديوهات. عندنا لايف في فيسبوك زعما صراحه هذا الشيء مبهر، ونشط صراحه بزاف اكثر مع انه صورت رفقه. ان شاء الله. كما قلت لي مثلا هاد الناس ديال المسؤولين ديال الفن ولا هذه، كنقول لهم زعما يعطيو نظريه لهاد الفنانه الالعاب الخفيفه، ماشي غير انا، كاين الناس اللي عند بادين قل مني وكاين اللي كثار مني، يعني هاد الدومين ديال الالعاب الخفيفه بغيتكم تعطيوه واحد النظريه يكون عنده واحد الاهتمام. الفن صراحه كيستحق، عرفتوا علاش كيستحق هاد الفن هذا؟ لانه فيه مجهود بزاف. فيه مجهود، انا عرفت ناس اللي دخل هاد الدومين وكيبقى يتريد على لعبه وكيبل وكيسمح فيها، لعبه واحده غير الكارطه. دابا انت كتجيك كارطه عاديه وراه مش تدرب عليها على التخليط ديالها ولا شي حاجه، راه كدي واحد المده. واحد المده طبعا. لهذا السبب كنقول للمسؤولين يعطيو نظريه لهاد الفنانين اللي طالعين الالعاب الخفيفه، ماشي غير انا، كاين عدد مني، يعطيو نظريه وان شاء الله حتى هما كل ما عطيتهم غير واحد النظريه بشي حاجه حتى هما غادي يقدروا يعطيو اكثر. وكنوجه التحيه للجميع. تبارك الله عليك، شكرا للجميع. شكرا المتابعين ديالي، تبارك الله عليكم. شكرا على هذا النهار اللي قضيتي معنا اليوم، شكرا على هذه الالعاب الخفه اللي قدمتينا، شكرا على هذه العروض الكبيره والجميله جدا الممتعه، فشكرا جزيلا لك. شكرا لك انت اخي، شكرا على اشواق تي في، وصراحه قضينا معك اوقات جميله، وانت صراحه انسان طيب ومتواضع. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. وكنتمنى حتى المشاهدين يكونوا استمتعوا معنا ان شاء الله. متابعي قناه اشواق تي في الالكترونيه، شكرا جزيلا لحسن المشاهده. ان شاء الله انتم اللي غتحددوا انه واش نبقاو مع انوار في حلقات اخرى ولا لا. طبعا المشاهدات هما اللي غيحكموا ان شاء الله. كنتمنوا انه تعجبكم ويعجبكم الفن والابداع اللي كيقدم انوار ماجيك من هنا الى حلقات اخرى. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.